الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع استقرار أسعار النفط عالميا، وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 69 سنتا ليصل إلى 74 دولارا و66 سنتا للبرميل، فيما سجل خام البصرة المتوسط 77 دولارا و71 سنتا للبرميل بعد انخفاض بمقدار 69 سنتا. واستقرت أسعار النفط العالمي بعد انخفاض استمر 4 أيام، إذا أثار فيضان الصادرات الأمريكية وشكوك حول ما إذا كان تحالف أوبك بلس سيتمكن من تنفيذ تخفيضات الإنتاج المخطط لها، أثار المخاوف من زيادة المعروض. انخفضت أسعار الدولار في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مضيفاً أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 158 ألف دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 156 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث سجل سعر البيع 156 ألف و800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156,700 دينار لكل 100 دولار أمريكي. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 92% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 199 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 214 مليون و388 ألف و795 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. يعقد مجلس الوزراء السعودي جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024، وقالت وزارة المالية السعودية إنها تتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام 2024، وتشير التقديرات الأولية لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل. خفضت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتماني من مستقر إلى سلبي على خلفية ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وقالت وكالة موديز إن الحكومة والقطاع العام في الصين عموماً ستوفر دعماً مالياً للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة مالياً ولشركات العامة، مضيفة أن هذا الأمر يطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية بسبب نمو اقتصادي أضعف للعملاق الآسيوي وصعوبات في قطاع العقارات. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. We'll be right back.
ختام الموجز إلى اللقاء.